حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. ذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن الصادرات الهندية إلى العراق ارتفعت بنسبة 51% في شهر نيسان من العام الحالي. ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن مجمل الصادرات الهندية إلى العراق تمثل نحو 1% من مجمل صادرات تلك البلاد بشكل عام، بعد أن كانت في السنة الماضية بحدود 0.5% من مجمل الصادرات الهندية. ويبلغ حجم استيراد العراق السنوي من الهند بحدود 2.6 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتجاوز هذه السنة حاجز 4 مليارات دولار في حالة الاستمرار باستيراد مادة البنزين بحسب تقرير المؤسسة. قال صندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية في لبنان فاقمتها المصالح الخاصة التي تقاوم تنفيذ إصلاحات ضرورية، محذرا من أن عدم التحرك لحل ذلك سيدفع البلاد إلى مصير مجهول. وأضاف الصندوق أن الانهيار الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو 4 سنوات كلف العملة المحلية نحو 98% من قيمتها، وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40%، ودفع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، واستنزف ثلثي احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية. نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2% على أساس سنوي في الربع الأول، بما يتوافق مع التوقعات بعد تعديله بالزيادة من القراءة الثانية التي بلغ فيها النمو نسبة 1.3%. هذا وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي زيادة في الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، كما ارتفع الإنفاق الأسري الذي يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.2% في أقوى معدل له بنحو 2 عام، حيث أظهر التعديل زيادة في نفقات الخدمات. استقر الذهب قرب أدنى مستوياته على المستوى العالمي في 4 أشهر، واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة بمقدار 0.1% لتسجل 1915.80 دولارا للأونصة. كما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، والذي سجله الجلسة الماضية، وهو ما يرفع سعر الذهب على حائز العملات الأخرى. ارتفعت أسعار النفط ليتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام، وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أيلول 16 سنتا لتصل إلى 74.67 دولارا للبرميل. وصعد عقد أقرب استحقاق الأقل تداولا، والذي ينتهي تداوله اليوم الجمعة 30 سنتا إلى 74.64 دولارا للبرميل الواحد. هذا وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات مسجلا 69.95 دولارا للبرميل الواحد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.